بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل عرض مبسط عن الـ International Organization for Standardization المعروفة اختصارا باسم الايزو. ايه هي الايزو ديت وايه فوائدها؟ هنتكلم مع بعض دلوقتي في العرض بتاعنا. بس قبل ما نبدأ العرض بتاعنا كنا حابين ان احنا نسأل نفسنا سؤال بسيط قوي. سؤال كده، اذا انت النهاردة رايح تشتري منتج ما وقدامك اتنين موردين بيبيعوا نفس المنتج اللي انت عايزه، الاتنين الموردين اللي بيبيعوا نفس المنتج دول تكلفة شرائك منهم هي نفس التكلفة، سواء كانت التكلفة دي جهد أو وقت أو فلوس، نفس التكلفة نفس كل حاجة، بس مورد فيهم معلق يافطة كده إن هو حصل على الأيزو، والمورد التاني مش معلق اليافطة دي. أنت في قرارة نفسك كده هتفضل تاخد من أي محل فيهم؟ أعتقد معظمنا إن ما كانش كلنا هيميل إن هو ياخد المنتج بتاعه من المورد اللي معلق يافطة ان هو حاصل على الايزو، لانه هيحس انه خد ميزة اضافية باليافطة دي او باللوحة اللي هو معلقها دي. طب ايه هي الايزو دي بقى اللي احنا ممكن يكون بعض المنظمات او بعض الشركات بيستخدموها كبروموشنال تول، از بروموشنال تول او اداة ترويجية؟ هنشوف مع بعض في العرض بتاعنا ده ان شاء الله، ويا رب يكون عرض مبسط وواضح. اول حاجه في العرض هنتكلم فيها نبذه تاريخيه بسيطه كده، وايه هو الايزو وفايده، بعد كده مواصفات الايزو، يعني ايه مواصفات الايزو ويعني ايه مواصفه ايزو، ولا هي مواصفه واحده ولا مواصفات. وبعد كده هنتكلم انا كمنظمه وحابب ان احصل على الايزو اعمل ايه. اخر حاجه هنتكلم فيها هل في حاجات تانية شبيهه للايزو على مستوى العالم، هل في هيئات للمواصفات والمقاييس والجوده غير الايزو؟ هنشوف مع بعض. اول حاجه النبذه التاريخية. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كان العالم الجديد بيتشكل، فعملوا اجتماع في لندن سنة 1946، وكان من نتائج الاجتماع ده ان هم اتفقوا على انشاء منظمات كتير، زي من ضمنها منظمة السياحة العالمية، منظمة الايزو. وبالفعل الايزو اعلن انطلاقها في جنيف في فبراير سنة 1947، وكانت بادئة ب 25 دولة وحوالي تقريبا 67 هيئة فنية في جنيف، وطبعا اتطورت بعد كده. طب ما هي الايزو بقى حاليا؟ الايزو دي هي منظمة عالمية للمواصفات والمقاييس، منظمة تطوعية غير حكومية ومستقلة، تعمل من فبراير 1947 القرن الماضي، وحتى الان في مقرها في جنيف. بتضم في عدتها النهاردة 164 دولة، 164 هيئة مواصفات ومقاييس وطنية، يعني 164 دولة بتضم في 3923 هيئة فنية، كانت بادئة ب 67 هيئة، النهارده 3923 هيئة فنية. وظيفتها صنع مقاييس ومعايير دولية، وعلى فكرة الأيزو النهارده بيشتغل فيها 160 موظف في جنيف فول تايم. فوائد الأيزو، الفائدة الأساسية للأيزو هو الإجابة على السؤال ده، ما هي أفضل طريقة لصنع هذا؟ ما هي افضل طريقه لصنع هذا؟ هذا ده اللي هو ايه بقى؟ المنتج اللي انت عايزه، واتيفر ايه هو المنتج ده. فايد الايزو برضه تيسير التجاره العالميه، بيسهل التجاره العالميه، وهنشوف مع بعض ازاي ممكن يساهم الايزو في تيسير التجاره العالميه. اداه استراتيجيه لتقليل التكلفه، وخد بالك استراتيجيه مش تكتيكيه، مش على المدى القريب، لا ده على المدى البعيد، ليه؟ على اللونج ران. يعني هل معنى كده ان الايزو ممكن يزود التكلفه على الشورت ران؟ اه الايزو بالفعل بيزود التكلفه على الشورت ران، انما على اللونج ران بيقلل التكلفه. توفير نموذج لتطوير الجوده المستمره، يعني بيوفر لك نموذج عندك في منظمتك انك بتطور الجوده بتاعتك باستمرار او بشكل مستمر. يضمن الايزو ان تكون المنتجات امنه وموثوقه وجيده النوعيه. كمان امثله لبعض المواصفات والمقاييس الموحده زي ايه؟ زي الكريدت كارد. طب النهارده ودي حاجه على فكره من ضمن الحاجات اللي بتسهل التجاره العالميه. طب النهارده لو انت مطلع كريدت كارد من البنك الاهلي المصري، وخدت الكريدت كارد دي وسافرت مثلا سي نيوزيلندا، فرنسا، البرازيل، الكونغو، استراليا، وحبيت تسحب فلوس من اي ماشين اي تي ام هناك، وجيت تدخل الاي تي ام بتاعك او الكريدت كارد بتاعك ده في الاي تي ام، لو المقاس مختلف وما اشتغلش معاك، مش ده كان هيقلل شويه الحركه؟ مش كان هيبقى في عائق شويه في التجاره والتجهيزات للتجاره؟ اللي عامل الماس او اللي عامل المقاسات الاي تي ام او كريدت كارد على مستوى العالم ده الايزو. ومثال تاني الحاويات،
الحاويات اللي احنا بنشوفها في السفن او في الكونتينرز، السفن اللي هي الشحن الكبيره. تخيل كده الحاويه ديت لو بابعاد مختلفه، يعني في حاويه ابعادها مختلفه عن الحاويه التانيه، وجيت ترصها مع بعض في السفينه، مش هياخدوا فراغ، مش هياخدوا مساحه اكبر، مش هيكون في فراغات بينهم. تخيل لو حاويه مدوره، حاويه مكعبه، حاويه مستطيله، والاشكال دي كلها اظن كانت تعمل صعوبه شويه في النقل. الحاويات دي مقاساتها موحده على مستوى العالم، واللي موحد المقاسات على مستوى العالم هو برضو الايزو. حاجة مثال برضو اخير ممكن نجيبه على سبيل المثال برضو مش الحصر، واعتقد المثال ده معظمنا ما كانش كنا تعرض له، الورقة الاي فور اللي بنطبع عليها في البرينتر، مقاس الاي فور او الاي فايف او الاي ثري، كل المقاسات دي موحدة على مستوى العالم. مين اللي موحدها برضو؟ ديت حاجة خاصة بالايزو. Whatever the country, whatever the language, we are always ISO. هنا بس هنجاوب على سؤال صغير كده، هي اسمها International Organization for Standardization. طب يعني المفروض ان هي تبقى الانيشال ليترز بتاعتها IOS مش ISO. طب جت منين ISO؟ فالواقع هم لما جم يسموا الايزو ايزو، لاحظوا ان احنا لو سميناها بالانيشال ليترز، الانيشال ليترز بتاعتها ان انجلش هتبقى ISO، لو سميناها ان فرنش هتبقى OIN. فاتفقوا او توافقوا ان هم يسموها ايزو نسبه للكلمه اليونانيه ايزوس اللي هي بتعني ايكوال، وي ار اول ايكوال، كلنا متساويين. مواصفات الايزو، يعني ايه مواصفه ايزو؟ يعني انت عندك مجموعه مواصفات للايزو، او الايزو ده الهدف الاساسي ان هو بيطلع بتاعه ان هو بيطلع مواصفات، ما هي افضل طريقه لصنع هذا. طب المواصفه دي لو انا حبيت اعمل لها ديفينيشن او مفهوم هقول ايه؟ هقول هي وثيقه توفر المتطلبات رقم واحد والمواصفات والارشادات او الخصائص التي يمكن استخدامها بشكل متسق لضمان ملائمة المواد والمنتجات والعمليات والخدمات لاغراضها. انا بعمل المنتج ده ليه؟ فانا عايز اضمن ان المنتج اللي هيطلع يوفي او يشبع الغرض اللي انا بصنعه عشانه من البداية. دي اسمها مواصفة ايزو. طب انا النهاردة عشان اطور مواصفة ايزو دي بعملها ازاي؟ بقى في مجموعة من الخطوات كده بنتبعها. اول حاجه بيظهر حاجه في السوق، بيظهر حاجه في السوق لمنتج ما او لمواصفه قياسيه موحده لصناعه ما، فابتدي انا في الايزو بستجيب لحاجه السوق دي، وعندي خبراء، عندي مجموعه من الخبراء الدوليين جوه الايزو، ببتدي ان هم يناقشوا الصناعه ديت ويطلعوا مواصفه. بس كده؟ لا طبعا، بيعرضوا المواصفه ديت على اصحاب المصلحه. اصحاب المصلحه دي ممكن يكونوا حكومات، اسف، ممكن يكونوا هيئات، ممكن يكونوا اكاديميين بتوع بحث علمي وطفر، وبيتوافقوا بعد كده، بيعرضوا المواصفه المقترحه، وبعد كده بيتوافقوا كلهم على مواصفه موحده للكل، ولازم يكون في توافق على المواصفه الموحده دي. عائلات او مواصفات الايزو، الايزو دول او مواصفات الايزو دي متقسمه لعائلات. العائلات اشهرهم ال 9000 دي اللي بنسمع عنها معظمنا او كلنا، اللي هي التاكد من ان منتج، سلعه او خدمه يشبه احتياجات العميل. طب في غير الايزو 9000؟ اه، في الايزو 27000، وده الخاص بالتاكد من امن المعلومات المنظمه، ان المنظمه معلوماتها سكيورد او امنه. الايزو 14000 ودي مهمه جدا، التاكد من ان اداء المنظمه متناغم ويحافظ على البيئه. وخد بالك تكير، احنا بنتكلم هنا مش ان المنتج بيحافظ على البيئه، لا، ده اداء المنظمه نفسه، يعني المواد الخام او الموارد بتاعت المنظمه بتحافظ على البيئه، عمليه البروسيسنج او التشغيل او التصنيع او انك تطلع المخرج او المنتج النهائي بتاع المنظمه برضو متناغم وبيحافظ على البيئه. والشركه او المنظمه اللي بتعلق يافطه ان هي حاصله على الايزو 14000 بتجذب شريحه معتبره من السوق، وشريحه بيكون قدراتها الشرائيه عاليه، لان هي الشريحه اللي قدراتها الشرائيه عاليه هي اللي بتبتدي تفكر فعلا ان احنا عايزين نحافظ على البيئه. فدي مهمه جدا الايزو 14000 دي. وعندنا برضو الايزو 22000 دي خاصه باداره امن وسلامه الغذاء، والايزو 50000 تساعد على زيادة كفاءة المنظمة فيما يتعلق باستخدام مصادر الطاقة، وخاصة مصادر الطاقة الغير متجددة. والايزو 45000 بتوفر لك او بتساعد على انك توفر لك بيئة عمل اكثر امانا. كيف يمكن الحصول على الايزو؟ انا النهارده كمنظمة ازاي احصل على الايزو؟ تيك كير، مش هروح للايزو اقول لهم انا عايز شهادة الايزو، لان الايزو كمنظمة ايزو في جنيف مش هي اللي بتديك شهادة الايزو. والايزو اللي في جنيف دي انا بروح لها، انا شغال في مجال كذا، باخد المواصفه، بشتري المواصفه بتاعتي المجال بتاعي اللي انا هشتغل بيها، انا هطبقها عندي في شركتي.
بشتريها، وعلى فكره بتبقى غاليه ما بتبقاش رخيصه، ممكن اشتريها منها مباشره او ممكن اشتريها من هيئه تابعه ليها. احنا عارفين ان احنا عندنا اكتر من 3000 هيئه دلوقتي شغالين تابعين للايزو. بشتري المواصفه بتاعتي دي، بعد ما بشتري المواصفه ببتدي اطبقها على المنظمه بتاعتي او على الشركه بتاعتي، وبعد ما اطبقها على شركتي وعلى المنظمه بتاعتي بروح بقى للشركه اللي هيئه معتمده لدى الايزو. ممكن تكون هيئه وطنيه او غير وطنيه، هيئه فنيه غير وطنيه، المهم ان هي تكون هيئه معتمده لدى الايزو. تيجي بتشوف المنظمه عندي تمام مطبقه، لبت كل شروط المواصفه، بتديني حاجه اسمها شهاده الايزو، وبتسمح لي ان انا اعلق يافطه الايزو بتاعتي ان انا حصل على الايزو كذا. وخد بالك برضو شهاده الايزو دي بتتجدد كل 3 سنين. طب هل كده انا خلاص، انا كده خلاص حققت هدفي؟ لا تكير، استنى لسه. الايزو حصول المنظمه، حصول المنظمه بتاعتك على شهاده الايزو لا يعني الكمال، انما بيشتبه يعني ايه بقى؟ بيعني ان جميع الاعمال والاجراءات التي تؤدي في نهايه المطاف الى انتاج سلعه او خدمه ما هي اجراءات مكتوبه ومطبقه بشكل فعال، وبالتالي فان مراجعتها باستمرار يساعد على تطوير الانشطه. احنا قلنا اهو بوفر لك اداه مراقبه جوده مستمره والعمليات المؤثره على جوده المنتج النهائيه مما يؤدي الى تحسينه وتطويره. بس كده؟ لا بس مش بس كده، خد بالك برضو بعد الكلام ده ايه؟ ان حصولك على الايزو مش هدف، ده وسيله وليست غايه، فهي وسيله لمنهجيه العمل وضبطه وتطويره والتقليل من التالف والمعيب والحد من تكلفه الانتاج. عشان كده احنا كنا بنتكلم هنا ان هي اداه استراتيجيه لتقليل التكلفه وبالتالي لزياده الربحيه. انا بزود الربحيه هنا عن طريقين، واحد ان انا بقلل التكلفه عن طريق تقليل تكلفه الانتاج والحد من المعيب والتالف، اتنين بزود رضا العميل، بوصل اللي بحاول احقق الجوده الشامله اللي هي في النهايه بتوصلني لاكسب رضا العميل، وبالتالي بزود مبيعاتي وبالتالي بزود ربحيتي. هل في هيئات تانية للمواصفات والمقاييس والجودة اللي هي تابعة للأيزو؟ عايزين أمثلة ليها. عندنا في مصر مثلا الإيجيبشن أورجانيزيشن فور ستاندردايزيشن الـ EOS، دي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. عندنا برضو في حلال، حلال دي على فكرة خاصة بالمسلمين وخاصة باليهود بالشريعة اليهودية، اللي هي بتأكد إن المنتج الغذائي اللي أنت بتستخدمه ده أو المنتج اللي أنت بتستخدمه ده متوافق مع الشريعة الإسلامية أو متوافق مع الشريعة اليهودية. وعندنا هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجية، وعندنا الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس الجودة، وغيرهم كتير. كل هيئة من دول بتطلع مقاييس جودة خاصة بالمنتجات في المنطقة اللي هي بتاعتها، أو الخاصة بالمنتجات اللي هي ممكن تستورد. بنسمع كتير يقول لك إيه العربية دي مواصفات خليجي أو مواصفات سعودي، عربية جاية من اليابان جاية من كوريا بس مطابقة للمواصفات بتاعت الهيئة السعودية، أو مسابقة مطابقة للمواصفات بتاعت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، أو مواصفات مصري مطابقة للمواصفات بتاعت الـ EOS وهكذا. شكرا جزيلا، واللي حابب إن هو يعرف أكتر عن الأيزو ممكن يزور موقع بتاعهم على النت www.iso.org. شكرا جزيلا.